تفاصيل جلسة غالي مع موسيماني بعد أزمة تجديد عقده مع الأهلي. كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس الجلسة التي جمعت بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد تصريحات بيتسو موسيماني الأخيرة عن تأخر تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء. وقال شوبير خلال برنامجه مع شوبير المذاعي عبر راديو اون سبورت اف ام: حسام غالي عقد جلسة مطولة مع موسيماني امس الاحد بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وبحضور سيد عبد الحفيظ، وابلغ المدرب الجنوب افريقي بان المفاوضات حول تجديد التعاقد لا يجب الحديث عنها مجددا في المؤتمرات الصحفية عقب المباريات. وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق حسام غالي أكد لموسيماني خلال الجلسة أن المؤتمرات الصحفية للحديث عن الجوانب الفنية للمباريات فقط وليس أي أمور أخرى، وطالبه بعدم الاستجابة لأي ضغوط من الصحفيين عن التساؤل في أي أمور خارج المباراة. وتابع حسام غالي أكد لموسيماني أيضا أن ملف التجديد تأجل إلى بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية المحدد لها فبراير المقبل، خاصة في ظل الغيابات العديدة التي تضرب الفريق ووجود أزمة بالقائمة التي ستخوض المنافسة. واختتم شوبير حديثه قائلا: حسام غالي طالب موسيماني بعدم الحديث عن أي أمور تخص تجديد تعاقده في تلك الفترة، وطالبه بالتركيز مع الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية.